ولو نتخلص احنا بس من نفاقنا الاجتماعي. انكشفت اللعبه بعد ما شبع الواوي وترع بوجوهنا فل على لندن. والله انا نسيت الكمامه. عادي بس يا ريت لو هالعمر مثل شريط المسجل تقدر ترجع وقت ما بدك وتقدم وقت ما بدك. شباب وين هذا المايك واقع؟ مش حاطين لي اياه وهذا كيف طالع؟ ابو حميد الله يسعدك يسلموا يا باشا. بدي اقول هذا مش راكب هون. يسلم ابو حميد. انت شو دارس؟ صحافه واعلام. صحافه واعلام من شكع بتضحك ها؟ بنشوفك غد يا ابو حميد. صحافه واعلام قول. صحافه واعلام الله لا يبله. الله يمسيكم بالخير جميعا ويخلي لي اياكم لانكم انتم بتفش شغلي واني بفش شغلكم. يعني انتم بتخلوني افضفض واني بفضفض لكم والدنيا كلها رايحه سواليف. مرات يا اخوان بقول العالم الاول عدى خلص عدى صار وين واحنا وين؟ يعني بدك دربيل تجيبه عالم قفز قفزات احنا بعدنا بنتشنكل برجلينا. خلص من موضوع حقوقه كمواطن، خلص من قصة حرية الرأي والتعبير، خلص من المواطنة، خلص من حقه انه يختار اللي بدير له شؤونه. كل هذولا الله جبر راحن. خلص من كل هموم اللي احنا لحد هسه ها بنباطح تنحصل قطوزة يعني نتفي منها. وكل ما تنحنحنا رنين الكلبشات بيطلع لنا ولا زقزقة العصافير. أنا صار لي 20 سنة صحفي الله لا يبلى زي ما قلت لأبو حميد. هاي لما سموها مهنة المتاعب ترى كانوا يقصدوا فيها اللي بيشتغلوا بالوطن العربي مش صحفيين برا. يعني الكاتب الصحفي الأمريكي شو بيسوي يا حزركو؟ بصحى متأخر متمغط بيشرب قهوته على مهله بتفقد بريده الإلكتروني تيشوف مين من المحطات الفضائية وجهت له دعوة للحديث بموضوع الساعة. بيجي سفرات حبطرش طلعات انسى لا تعدش. ترفيه عد ولا حرج. تقاعد مكفي وزيادة. تأمين صحي تنساش مش زينا هون. حتى بدك تروح تعمل فحص بوح حيشاك ولازم يحكوا مع شركة التأمين قال يأخذ موافقة. إذا هاني شو فحص يعني سأل الماجمة. المهم الصحفي الأمريكي بيعتذر عن سفرات كثير لأنه وقته اسم الله فل فل فل. بعد ما يشوف إيميله شو بسوي؟ بيسكر شاشة اللابتوب لما تهجم عليه قطته لوسي وبصير يلاعبها بقولها تعال يا لوسي الله يسعدك يا لوسي وبنسى العالم الخارجي كله. فضات بال الصحافة بأمريكا فضات بال. وكنت مش جبتك من عند بنشرجي بهالزمانات؟ يزم يا ناكر المعروف ها أحسن من لوسي. الكاتب الصحفي البريطاني شو بيسوي؟ بعد ما يمارس رياضة المشي بالجو البارد برجع لبيته المستقل الهادئ الدافئ اللايق المزركش المزين زي هالقعدة. بحط بهالفاير بليس 3 حطبات كبيرات بطرق له كوباية حليب طازج حطوا له يعني على باب البيت وببلش يرد على دعوات المشاركة بمؤتمرات إشي بتعرفه وإشي ما بتعرفه مثل انقراض الفقم الأزرق. قال بأكد حضوره كمتحدث رئيسي بمؤتمر الإعلام هناك. يا زلمة والله مكيفين. قال روح بالله يسلطن الضوء على قضية خلع الولادة عند الجراد السيبيرية هيك هم مهم. يعني هذا أكثر إشي بيكون يهم الكاتب الصحفي اللي هناك. بتصفح كبريات الصحف البريطانية الآراء الواردة فيها بفوت على مكتبه للقراءة وكتابة مقال يوم. عالم عايشة. أنا ككاتب صحفي عربي أردني شو بسوي؟ بس أصحى من النوم وأني بعدي بالفراشة وريحة الكاز تبعت الصوبة بخشومي معلقة شو بسوي؟ بلعب البسة؟ لا بشرب حليب؟ هو في حليب أصلا؟ قال حليب فرش فرش منه الحكي كله أصلا. بتلحمس بدور على تلفوني وين حطيته وين حطيته بلاقيه هذا هو. بطول وين بدي أروح؟ على التنفيذ القضائي. دق على التنفيذ القضائي بقول بجوز بالليل دحبروا لي قضية جديدة وأني مش داري وأني نايم. فبيجيني الرد واحد ها وهاي واحد وهاي واحد وهاي إشارة مربع. الله يريح بالك ومنخلص منقول الحمد لله اليوم مش زادتين لنا قضايا ها نقدر نعيش حياتنا زي البشر. هذا إذا حظك مليح. أما إذا حظك عاطل بعد ما تكبس إشارة المربع بحطوا لك موسيقى. إذا حطوها معناته عليك قضية وتنفيذ وأنت يا غافل إلك الله. بعدها بدخل وين؟ على تطبيق قصر العدل. شوفوا حياة الصحفي العربي شلون تكتك عليه تشوف شو عليه قضايا من زمان قديمة. وبيجي واحد بقول لك يا أخي مبطل أشوف لك شبه الجرايد ولا اشتروك ولك روح لأمعطك بوكس هسا أحط الكندرين كله الأمامي تبع وجهك أهره. على سيرة الصحفي الغربي والصحفي العربي
في لي صاحب صحفي عايش بأمريكا بقول كل يوم الصبح بطلع بعمل رياضة مشي 4-5 كيلو 6 كيلو الله بيقدرني عليهن، وبريح بدخن سيجارة عربي بالآخر بده يدخن. قال اكتشفت انه جاري الأمريكي بيطلع معي بنفس التوقيت، شو بدكم طولة السيرة؟ صرنا نطلع مع بعض ونحكي مع بعض، تعرفنا أكثر، عرف اني صحفي ونبوقفني بقول لي اسمع يا زلمة بدي أقول لك انك انت صحفي. قال له والله صحفي. قال له عندي قضية معقدة وملف خطير وحاب انت كإعلام تسلط الضوء عليها. هذا الأمريكي شو بقول لصاحبي؟ قال له خير بالإنجليزي. قال له جمعية السلاحف النادرة المهددة بالانقراض هاي إلي، عندي 16 نوع من جمعية السلاحف النادرة. يا زلمة الحكومة مش راضي تعترف غير بتسعة ومش راضي تقبل الباقيات. قال له طيب. قال له شايف طيب انت صحفي، انت صحفي لازم تثير الموضوع هذا رأي عام. قال انا قاعد ادخن واطلع عليه بنص عين. قال لي شو مالك بالانجليزي؟ ها وات يو سيد، يعني شو قولتك؟ قلت له يا هم ملالي. قال لي شو؟ قلت له يا هم ملالي. قال لي وات يو مين؟ قلت له اي ويل دو ات. زبده الكلام هم عدوا لانه هم بدهم، واحنا بعدنا بنتراجح مطرحنا لانه احنا ما بدنا، مش قادرين، مش عاوزين على راي ذاك الواحد. انك انت تاخد مش هقدر، مش عايز، انا مش قادر اديك.